وبالشكر تدوم النعم. باسم التعاونية الزراعية رئيساً أعضاءً ومشتركين، شكراً شكراً لليو اس ايد منظمة إنسانية مسؤوليها والقيمين عليها من ناشطين ومساهمين على كل الأصعدة، شكراً لكم. صيدون، هذه القرية التي عانت الكثير كانت تنتفض دوماً كطائر الفينيق الذي له فيها كما للفينيقيين بضع آثار وبعض جذور انتماء حسب ما يقال، فكمثله إثر كل انكسار وليل قهر وانهزام كان ينبثق نور فجر جديد فتنهض تلملم الجراح وتعلو عليها لتستمر متغلبة على المصائب، وقد كانت تحل بها كل فترة بطعم مرارة وبوجع كبير وبألوان العذاب والمحن الآتية من حيث لا ندري، إلى أن أتت هذه الأيام الصعبة قاسية على الجميع، محبطة مؤلمة مبددة للآمال والأماني، فهاجر منها الكثير ونزح من نزح ورحل أحبة غوالي، فراح من بقي هنا ينوء تحت ثقل المعاناة، ولكن الأمل يبقى، يبقى بأن مهما اكفهرت السماء للغيوم السوداء يبقى هناك طاقة فرج يطل منها الخير ووجه الله، وهو اليوم يطل من خلال منظمة إنسانية عريقة USAID التي بادرت لمساعدة القرية وأهلها لتساندهم على البقاء هنا مترسخين في أراضيهم، وذلك بتقديم معدات زراعية للتعاونية توفر للأهالي فرصة الاعتناء بأرزاقهم بطرق أيسر وأسرع، موفرة عليهم الوقت والجهد والمال، وقد باتت كلها مستنفدة هنا لما آلت إليه حال الجميع، فاليد العاملة مفقودة والمال غير متوفر والأرض شح رزقها وبارت فضنت بالغلال، ولكن أيدي الخير ما زالت موجودة، فشكراً كل الشكر لكل من يساهم بإضاءة ولو شمعة في ليل قريتنا الطويل من خلال العمل على تنمية مستدامة ترقى بها وبأهلها فوق الأسى وضيق العيش إلى الاستغناء وكرامة الرسوخ بالأرض متجذرين كسنديانها وزيتونها العتيق. شكراً على دعمكم لهذه القرية، آملين بمشاريع إنمائية أخرى تعيد لها حب وفرح الحياة وبعض من غادر وتركها مرغماً وترجع لربوعها الثقة والأمان، مع التمني بالتوفيق للجميع ومع التقدير، شكراً لكم.